ملف المرأة في المجتمع السعودي واحد من أهم الملفات اللي بيهتم بيها محمد بن سلمان، كما يرى بعض المتابعين أن هذا الملف هو الملف اللي بيغازل بيه محمد بن سلمان الغرب كل فترة. يعني بدأ ولاية عهده بالسماح بالقيادة للمرأة السعودية، وبعد كده أسقط الولاية عن المرأة فوق سن الـ 18. بعضهم يصف أو يضع المملكة العربية السعودية على شفا هو في الفرق ما بين الحرية والانحلال. هذه الحرية التي أطلقها محمد بن سلمان للمرأة السعودية هي الأولى في التاريخ بطبيعة الحال، أغرب بعض النشطاء من السعوديات في المطالبة بالأكثر. من هؤلاء النشطاء أو الناشطات السعوديات فتاة تسمى مناهل العتيبي ومسمية نفسها ولية أمرها أو ولية أمر نفسها. مناهل العتيبي وسنها 21 سنة، واحدة من مشاهير السوشيال ميديا بطبيعة الحال، يتابعها الألاف على مواقع التواصل الاجتماعي. كانت دائما في صدارة الأمر وصدارة المطالبة بحرية المرأة، هي أول من ذهبت وتستخرج جواز سفر بعد إسقاط الولاية. كتبت: مين البنت اللي راحت اليوم مع صباح الله خير تصدر جوازها بنفسها؟ وجابت صورة لنفسها في أول إصدار للجواز بعد إسقاط الولاية قبل 24 ساعة. مناهل نشرت تغريدة على موقع تويتر قالت فيها: أمس كان يوم حظي، نمت وأنا جدا سعيدة وصحيت وأنا أسعد، ومن السعادة رحت أشطب شوارع الرياض شارع شارع وحارة حارة. ومن خلال تشطيبي وتعاملي مع دوريات المرور وردة فعلهم المحترمة معي، اكتشفت أن النظام فعلا تعمم وأن ولي العهد كان صادقا لمن قال يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجال. هذه كانت تغريدة مناهل قبل 24 ساعة من الآن، لكن أرفقت فيديو مع هذه التغريدة وهي ماشية في شوارع الرياض ولابسة اللي هي عايزاه على حد تعبيرها مثل الرجال. نتابع: عشقي ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدي، ننسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي. مع نشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي آلاف من التغريدات الغاضبة وكذلك آلاف من التعليقات الغاضبة على هذا الفيديو تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما أسماه البعض الانحلال أو الخروج عن الذوق العام والعادات والتقاليد السعودية. كلنا يعرف أن المرأة السعودية اعتادت على الخروج بالزي الإسلامي أو بالعباءة السعودية المشهورة. من هذه التغريدات جولنار بتقول: مناهل العتيبي، تبين تثبتين للبنات بتجربتك الغير حقيقية إنه عادي لو طلعوا برا بدون عباية. على قولتك ما عارف ايش هدفك بتحريض البنات وخروجهن، تقولين شطبت شوارع الرياض شارع شارع حارة حارة، وانتي ما مشيتي الا بمحاذاة بيتكم والشارع فاضي الفجر، ولما مرت سيارة قطعت التصوير وكملتي بعدين حركة يدك. اخر تدوينة في الموضوع ايضا تعليقا على الفيديو اللي نشرته الناشطة السعودية مناهل العتيبي، باخدها من جنرال بيقول: بحثة عن شهرة ليس أكثر، هذا زمان افعل أي شيء مخالف للقيم والدين والحشمة وتجد الشهرة، لأن الناس قدموا سفهائهم واستهانوا بعلمائهم وفضلائهم فذهبت قيمهم وأخلاقهم وحضارتهم. هكذا تفاعل المغردين والنشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو مناهل العتيبي واللي خرجت فيه إلى الشارع بدون حجاب.